استاذ عبد الشافي. بص يا كريم، انا شايف البيان لا يستحق الحبر اللي اتكتب بيه. والله انا عايز اقول كده بس يلا هو طلع وخلاص. وليا كذا ملاحظه على البيان ده. انت كمان قلت في حاجه مهمه، انت قلت في البيان ده ان هو ادى اشاده ما هو ده بدون ان يعلم ما بقول لك هو بيان لا يستحق الحبر اللي اتكتب بيه، بس دون ان يقصد. نعم. اشاد باداره مرتضى منصور لنادي الزمالك ان يوفر اموال. نعم. ان في بنك اللي حجز عليه فيه 44 مليون. نعم. وبتقول فيه 12 حساب، احنا يا عم هنصدقك في 12 حساب على الرغم ده ممنوع يبقى فيه حسابات كتيره، هو حساب واحد زي ما قال صبحي في البنك المركزي، في البنك المركزي وبتسمع كل الحسابات ماشي. نعم. ودي مؤسسه على فكره، مؤسسه حكوميه، الزمالك ملك الدوله. نعم. الزمالك مش ملك شخص. نعم. دي مؤسسه رياضيه، دي حساب واحد، دي اموال مال عام بتاع الدوله، مش بتاع جزء الحجز عليه، مش بتاع مرتضى يعني، دي اموال الدوله، اموال الدوله، فهو حساب واحد. بس انت بدون ان تقصد قلت انا حجزت على 44 مليون، يعني الزمالك فيه فلوس. نعم. يعني حضرتك اللي كنت عملت فتحت مؤسسه التسول عشان نادي الزمالك، الزمالك فيه فلوس. نعم. اتنين، وقلت ان كمان الحسابات التانية دي فيها ملايين. الله، ده مرتضى منصور ده راجل ناجح بقى، ده محمود عباس اللي بيقول مش. أيوة. انا اهو البيان بتاعه صح. ده مرتضى منصور بقى راجل ناجح اداريا. وانت كمان في فقره قبلها بتقول ايه؟ بتقول ان مش شماعه الفشل الاداري. هو حضرتك يعني هو ناجح ولا فاشل؟ حضرتك المستشار مرتضى منصور راجل وفر اموال وعقد صفقات وحصل على بطولات وعمل نادي من الالف للياء، نادي عالمي، ناجح ولا فاشل؟ انت بتقول عنده فلوس. طيب اذا كان انت بتقول على مرتضى منصور ده عشان ده فشل اداري، طب انا هرد على حضرتك. لما واحد ياخد 45 بطوله رياضيا، نعم، 45 بطوله، ده ناجح ولا فاشل؟ بلاش دي. لما يبني نادي كان خرابه ويخليه الى نادي عالمي، ده ناجح ولا فاشل؟ لما نادي قال لك انا مش عايز تبرعات من حد، انا هستثمر موارد نادي الزمالك وهيبقى عندي اموال وعندي ملايين، وده اللي حصل، يبقى دي اداره ناجحه. طيب الفتره اللي انت قعدتها 10 سنين في نادي الزمالك، ماذا قدمت لنادي الزمالك يا استاذ ممدوح؟ لم يقدم شيء. مرتضى منصور 45 بطوله، انت خدت كاس مصر في 10 سنين، في أسوأ 10 سنين في تاريخ نادي الزمالك. وفي حاجه كمان لن ينساها التاريخ، لن ينسى التاريخ العشريه السوداء. عايز اقطعك، مين يقول ناجح وفاشل؟ مش الجمعيه العموميه والجماهير مش كده؟ لا، الجمعيه العموميه الاول والجماهير يعني خلينا نقول الجمعيه العموميه، مش حضرتك في انتخابات السنه يا صبحي ودخلت جبهه وكنت بتصرف عليها، كانت النتيجه ايه؟ صرف عليها 100 مليون. هي دي النتيجه بتاعت اذا كان مرتضى منصور ناجح ولا مرتضى منصور فاشل. ما يقولهاش ده كلام مرسل. انا اقدر اقول لك محمود الخطيب فاشل، طب ايه ادواتي في ان محمود الخطيب فاشل او ناجح؟ فاهمني؟ لا، فالجمعيه العموميه لنادي الزمالك اجمعت على قائمه بالكامل وعملت جيم 12-0 وانا كنت احد الضحايا. استنى بس اكمل بس نمرت. لا انا صبحي ما انا بس هقول لك على حاجه صغيره، هقول لك على حاجه اكمل البيان. طيب اتفضل هرجع لك انا فين هسكت يا باشا؟ كمل البيان. اتفضل يا باشا. طبعا في كلام فارغ اللي قاله اللي فشل الاداري طبعا الاعتراف دون ان يقصد. نعم. ان مرتضى منصور راجل ناجح وعنده فلوس في البنوك، تمام، وقال بالرقم 44 مليون، تمام. الحاجه الثانيه بيتكلم بانه بيقول لك بيصفي حسابات، هو مين بيصفي حسابات مع مين؟ مين بيصفي حسابات مع مين؟ نعم. حضرتك بتصفي حسابات مع مؤسسه كبيره اسمها نادي الزمالك، مع جماهير بالملايين اسمها نادي الزمالك، جماهير نادي الزمالك، بلاعبين بياخدوا فلوس وادارات وموظفين، هو انت حاجز على اموال، هيصرفوا على الناس دي ازاي؟ يبقى انت اللي بتصفي حسابات، ولا حضرتك علشان انت اصحابك قالوا لك اعمل كده هتعمل كده؟ لا. نعم. انا لن انسى في يوم من الايام مع زمن اللجان ان الاستاذ ممدوح عباس لما دخل النادي، النادي العظيم اللي اي حد بيجي يبقى مبهور بيه من اي حته في العالم، ومعاه في ايده الدكتور حسن مصطفى اللي هو ما بيحبش نادي الزمالك، ما بيحبش نادي الزمالك من ساعه ما اطرد منه ماشي. فاذا المساله انت جاي بتكيد، جاي بتصفي حسابات، جاي تدمر مؤسسه اتبنت من الالف للياء، مؤسسه عالميه بحمامات السباحه بالمنشات الرياضيه بالمبنى الاجتماعي بالجناين بالملاعب 18 ملعب لكره القدم بالصالات المغطاه. ايه ده؟ ده مرتضى منصور لما دخل نادي الزمالك كان في حمام سباحه واحد اللي هو الحمام الاولمبي اللي انت كل شويه بيتعمل له بالظبط. في 18 حمام سباحه، اكتر من 18 ملعب كره قدم، مؤسسه بتدار بطريقه احترافيه، انت بتعطل مسيره هذه المؤسسه. يبقى البيان بتاعك ده
لا يستحق الحبر اللي اتكتب بيه، وان في شهاده بان مرتضى منصور حقق الملايين وحقق ايرادات في نادي الزمالك، انت حضرتك بترد على نفسك، بترد على حكايه الفشل اللي انت بتتكلم عليها. الفشل الاداري يبقى الاستاذ ممدوح عباس قعد 10 سنوات في نادي الزمالك لم يحقق الا بطوله واحده، يبقى هو الذي كان فاشل اداريا. مرتضى منصور 45 بطوله، يبقى اذا هو الناجح اداريا. حضرتك الارقام بتقول كده، مش انا اللي بقول كده. لعيبه كره اليد مع لما يلعبوا مع الفريق عشان يبقوا في الدوري الممتاز وكل اللعيبه تهرب لاوروبا والانديه الاخرى، لا حضرتك السبب. لما لعيبه كره القدم ما حصلوش على مرتباتهم وطفش وورط النادي في صفقات اجوجو وغير اجوجو والزمالك دفع الثمن. فاذا حضرتك ما تتكلمش على الفشل الاداري ما دام هناك نجاح وهناك مؤسسه بالفعل قائمه على الارض.